السلام عليكم الاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد. اليوم جيت نشارك معكم المشتريات اللي شريتهم من بيم. الصراحه مشتريات اللي خاصين وفي المتناول ديال الجميع بثمن. المهم غنشرح لكم الاثمنه باش شريتهم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا وعرفتوا الاثمنه، وكنتمنى يعجبوكم. وشكرا على المتابعه. اول حاجه غنبدا لكم بالمنظفات اللي كنستعمل، اللي الصراحه من نهار جربتهم ما بقوش كيخطاوني، رائعين وحتى الثمن مناسب، يعني ثمنهم في المتناول الجميع يعني الخاصين. اول خدوي غنبدا لكم به هو هاد بلو، هذا معطر ديال الملابس. كنعطر به المانات، كنعطر به الحوايج، كنعطر به اي حاجه كنصبنها كندير هذا المعطر، كيبقى الريحه كيخلي الريحه في الحوايج زوينه. كنصحكم به. الثمن ديالو كيدير 15 درهم، يعني ثمن رخيص. كندير غير ديك الغليقه وكيدي لي شحال يعني شحال من تصبينه. المهم صراحه رائع، كنتمنى انكم تجربوه. وهذا اللي ما كيخطانيش، كنغسل به الحوض، كنغسل به اي حاجه ديال اينوكس. هذا مستر بي كيدير 11 درهم، وهذا ابيسي يعني هذا رائع. هذا كنغسل به التواليت اعزكم الله، كنغسل به لابافو، كنغسل به اي حاجه في الحيط، شي وسخه الفايانس كيردو كيشعل، اي حاجه عندكم راه تبارك الله ما شاء الله كيردها كتشعل. وداك الاصفر راه كنت شاركته معكم، والثمن ديالو 17 درهم، بحالو بحال ابيسي داك الابيض يعني نفس الثمن. حتى هو كنستعملو للفرن، راه كنت شاركته معكم في واحد الفيديو. صراحه رائع. وهاد القراعي ديال العصير او الماء او اي حاجه سائله، صراحه هاد القراعي زوينين زوينين عجبوني. خديت منهم جوج، الثمن ديالهم 12.90 درهم، اللي هي 13 درهم الوحده، يعني ثمنهم زوين ورائع شكلا، يعني الشكل ديالهم زوين. وخديت هاد السوبيرا اللي ثمنهم معروفين، يعني ثمن 5 دراهم، لا غلا لا مسكين. يعني تقديتهم كما كتعرفوا بهم، ولات كتجيب يعني حتى المنتوجات ديال المغرب، يعني ولات كدير كلشي. وخديت هادو ديال لي كيك، ديال لا كريم، وديال اي سميتو ديال العجين، ولا خديت حتى هي ب 5 دراهم. وخديت هاد الصفايا اللي حتى هي ب 14 درهم، هي رائعه 14.90 درهم، اللي هي 15 درهم، صراحه زوين. وهذه تاهي خديتها ب 15 درهم. صراحه انا عندي غير عجبني هذا الشكل، وقلت ارى نبدل. وخديت هاد السوبيرا ب 5 دراهم حتى هي ديال الزاج، صراحه عجبوني زوين، قلت راه نجرب هاد وحده، اذا جاوني زوينين بقا ناخذ منهم. وخديت هاد الموزع ديال العجين، اللي صراحه شحال وانا كنقلب على شي موزع بحال هكا، عجبني شكلا رائع. الثمن ديالو 40 درهم، يعني كيوزع لي كيك، يعني لي كاب كيك اللي عنده ديك المقيله ديال 7 وجوه باش ما كيتخوش لك في الجوانب. لي مادلين هكا كتبغي تخويهم قادين، يعني الصراحه عجبني عجبني عجبني، ما ترددتش انني نشريه. وكاينين في 3 الالوان، كاين الابيض والاسود وهذا اللون الذهبي. الصراحه عجبني، والثمن ديالو غير 40 درهم، يعني رخيص. Thank you.
وهذه هي لالاهم وفي كل شيء فايتهم كما كيقولوا. خديتها ب 230 درهم، 4600، ثمنها رخيص 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 بزاف. وجربتها يعني طحنت لي كل شيء يعني زوينة. الماركة ألمانيا صراحة عجبتني، قلت راه ناخدها ونجربها. الثمن ديالها يعني رخيص كما كتشوفوا، الماركة ديالها ألمانيا و 1000 واط، يعني 1000 واط. عجبتني كاس ديال الزاج، حيت انا عندي كاس ديال البلاستيك، قلت راه ناخذ هذه ديال الزاج. عجبتني، لقيتها كطحن مزيان، يعني استعملتها فيها الغارانتي ديال 15 جوغ كما قلت لكم. فيها غارانتي ديال 15 جوغ، يعني لو وقعت فيها شي فويت اولا كانت خاسره اولا مهم شي حاجه كترجعوها لهم، هما كيردوا لكم فلوسكم اولا كيبدلوها لكم. مهم انا جربتها، طحنت فيها كامل المسائل، يعني يوميا كنستعملها، الحمد لله ما وقع لي والو، طحنت لي كل شيء. والثمن ديالها عجبني رخيص، يعني مقارنه مع الاثمنه اللي يعني الاخرين غاليين، هذه الثمن ديالها رخيص وكطحن كل شيء، يعني صراحه عجبتني. ما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام عليك. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لن يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مراد قل يا ربي يا تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، تصير مراد قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي، لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا مغني. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا من الاثمنه اللي شاركت معكم. وشكرا على المتابعه، ومع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر. لما تصير مراد قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر قادر على ما
تصير مر الكل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وحب.